ils ont marqué. Ouais. Thank you.
نعم كما كتشوفوا هنا في بروكسل الفرحة كل شيء فرحان هنايا كل شيء فرحان المغرب الفرحة واحد كلمة كاين شي كلمة ها شي كلمة انتي مو واش نقول لك واحد في الفراجي تحيا المروك كلان خوا 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 Est-ce que focus les gars, attention. Let's go. Ah bon, Faites attention aux enfants aux femmes. Le but c'est d'être la jonction, ça va. Déplacez-vous, messieurs.
Non, non. Là-bas. Droite, droite. Non. Droite, droite, c'est le coup. Déplacez-vous, monsieur dame. Droite, droite. Mais tu te cours, droite, droite, droite. حضر الإعلامي وزن هنا إعلامي نعم. Quel bonheur, mais quel bonheur! Ça a été un match extrêmement difficile, mais le Maroc nous a donné une fierté mais inimaginable. Je suis vraiment extrêmement heureuse d'avoir pu participer, regarder ce match avec toute la communauté, mais aussi d'autres personnes issues de différentes communautés. C'était vraiment extraordinaire. Vraiment, je suis très heureuse. Merci, merci à l'équipe du Maroc. Merci. عيتنا ونانا البرتغال قلبينا ونرجعوا السنة 2018 إن شاء الله. برافو. احنا فرحانين بزاف بزاف جميع المغاربه اللي هنايا وجميع العرب. والسلام عليكم ان شاء الله. لا مغاربه مغاربه صح. قلنا شي كلمة عمو يلا أنتيمو المغرب 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 المغرب
مستمعي إذاعة فولتر، مساءكم سعيد. وجد حاليا بلاكاج وزورس هنا في البلدية ديال سكاربي لأنقل إليكم الاحتفالات ديال الأبناء الجالية المغربية هنا بالإنجاز اللي حققه المنتخب الوطني لكرة القدم حتى اليوم، بعدما أقصى منتخب إسبانيا بالضربات الترجيحية في دور الثمن. الكل كيحتفل هنا بطريقة ديالو، ولكن الكل يعني كي يحتفل من أجل العلم المغربي، من أجل المنتخب المغربي. هذه الأثناء تجرى المباراة ديال البرتغال وسويسرا، ولكن ذلك لم يمنع يعني العشاق تاع كرة القدم باش يخرجوا هنا للاحتفال، ولكن مع الأسف غادي تكون تجاوزات، لأن ما كاينش احترام ديال قانون السير. كاين تجاوزات يعني اليمين ولا اليسار، هنا كاين متهورين اللي كيضربوا ضرب يعني يضربوا بقانون السير يعني وما على بالهمش، وهذا صور مشينة جدا دائما مع هذا الصور هنا من لاكاج وزورس من بلدية سكاربي، حيث تجتمع كل أجيال رجالا ونساء هنا للاحتفال والتعبير عن الفرحة بإنجاز المنتخب الوطني اللي حققه هذا المساء. مع كم الأسف يعني توقفت هذه الخطوط نتاع النقل العمومي، لأن كاين متهورين اللي يعرضوها للخطر. وقبل قليل يعني كان غادي توقع واحد الحادثة تسير، ولكن الألطاف الربانية حالت دون ذلك. يعني كاين الناس اللي كيحتفلوا بصراحة، وكاين الناس اللي كيقلبوا على الـ يعني الـ الشغب، وهذا اللي نتمنوا ان شاء الله ما نوصلولوش هذا المساء. اذا هذا صور لإذاعة فولتر، شكرا على وفائكم والى اللقاء.